المشاهدين مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في ثالث أيام مهرجان المرموم ومنافسات هذا الصباح الخاصة بسن لقاية وشعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة الحاضرة في هذه الانطلاقات الصباحية ومنافسات ثامن الأشواط. على بركة الله مشاهدينا الكرام نسير مع البداية مباشرة، نتابع أول المراكز وأول المنطلقات في هذه اللحظات الحذرة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي من يتابعها في التضمير، بينما أتابع ثاني المراكز وصول من الشاهينية القادمة في هذه اللحظات مع ثاني المراكز. هجن ند الشبه القادمة مع ثاني المراكز، سالم بن سعيد في التضمير من يتابعها مع ثاني المراكز، بينما أتابع في هذه اللحظات وصول من حشمة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان عامر بن محمد بن عبيد المزروعي من يتابعها في التضمير، بينما القادمة أتابع الشاهينية لهجني ند الشبه القادمة مع هذه اللحظات خالد بن سالم بن سعيد من يتابعها في التضمير، بينما القادمة في هذه اللحظات مع خامس الأسماء مشاهدينا الكرام أتابع سحابة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبد الله بن سالم المسافري في التضمير والمتابعة مع هذه الانطلاقة. الله، هذه الأسماء مشاهدينا الكرام، هذه التحديات الأولى في هذه الأشواط الصباحية، ولكن أتابع حول القدوم مع سادس المراكز منذرة قادمة لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري يقدمها في هذه اللحظات. هنا التقدم مشاهدينا الكرام مع سابع المراكز امتثال لهجن الرئاسة علي بن جبيل الوهيبي في المتابعة والتضمير، وهناك الشاهينية من الجانب الآخر. الله، لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، والقدوم من تهديد لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية قادمة في هذه اللحظات، ولكن أتابع الوصول. وصلت فزعة لهجن الغرافة يتابعها المدهش سالم بن عامر المدهوشي، والشاهينية قادمة في هذه اللحظات مع عاشر المراكز لهجن العاصفة وبمتابعة غياث الهلالي. نختم بها النداء مع عاشر المراكز، هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى مشاهدينا الكرام، ولكن أعود هناك، أعود مع البداية أتابع الحذرة، حذاري من الحذرة هناك مع البداية والصدارة. الحذرة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي من يتابعها في التضمير هنا على البداية والصدارة، ولكن أتابع الشاهينية قادمة لهجني ند الشبه سالم بن سعيد من يتابعها في التضمير القادمة مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. أتابع هنا الشاهينية أيضا قادمة لهجن ند الشبه بمتابعة سالم بن سعيد القادمة مع ثالث المراكز، ولكن شوف القادمة، شوف الوصول، وصول من منذرة لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسام المنصوري يتابعها في التضمير القادمة مع هذه اللحظات، ولكن هجن العاصفة تصل في هذه اللحظات مع خامس المراكز، والشاهينية القادمة مع خامس المراكز بمتابعة وتضمير غياث الهلالي. الله، هناك أيضا هجن الرئاسة بدأت أيضا بالظهور القادمة مع هذه اللحظات. هناك من الجانب الآخر وصلت فتنة لهجن الرئاسة بمتابعة الظافر علي بن جبيل الوهيبي يتابعها يقدمها في هذه اللحظات إلى خامس المراكز. وصلت إلى أسماء، شوف القدوم هنا من انذار، انذار قادمة في هذه اللحظات لهجن الرئاسة
بمتابعة أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، بدأت بالاقتراب، الكل قادم في هذه اللحظات، 1200 ما تبقى عن خط النهاية، وأتابع الشعارات، أتابع الأسماء القادمة هنا مع هذه الانطلاقة، ولكن الشاهينية هجني ند الشبا هنا مع البداية، ولكن شوف القادمة من غيرت على الصدارة، الشاهينية لهجني العاصفة غيرت مع هذه اللحظات بمتابعة والتضمير غياث الهلالي، هجني ند الشبا هنا قادمة مع ثاني المراكز سالم بن سعيد في المتابعة والتضمير، الله يا الوصول، وصلت في هذه اللحظات القادمة مشاهدين الكرام سمحة لهجني الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون قادم في هذه اللحظات مع انطلاقة سمحة، وهنا أتابع وصول من انذار هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، الله الله يا القادمة، الله يا التحديات القادمة هنا مشاهدين الكرام، ولكن هجن العاصفة، هجن العاصفة الشاهينية، الشاهينية هنا على البداية على الصدارة لهجن العاصفة ووصول من سمحة، سمحة الرئاسة، وأتابع أيضا التقدم، انذار الله 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 على هذه التحديات، هنا هجن العاصفة أيضا قادمة مشاهدينا الكرام مع الشاهينية في رابع المراكز، ولكن العودة إلى البداية، الشاهينية العاصفة 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 مع اللحظات الأخيرة، الشاهينية ذهبت بناموس هذا الشوط هنا لهجن العاصفة، وبمتابعة غياث الهلالي أيضا تظفر بناموس هذا الشوط ثاني المراكز، وصلت مشاهدين الكرام انذار لهجن الرئاسة، ثالث المراكز الشاهينية لهجن العاصفة، رابع المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من سمحة، وصلت في رابع المراكز لهجن الرئاسة، وخامس المراكز كان الوصول من الشاهينية لهجني ند الشبا، هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول الشاهينية إلى خط النهاية، 7:26 ستة من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والثانية أيضا لغياث الهلالي، بينما وصلت في ثاني المراكز انذار ب7:27 جزئين من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والثانية لأحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، ثالث المراكز وصلت الشاهينية ب7:27 جزئين من الثانية، تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والثانية لغياث الهلالي، هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس للجميع، التحية